بسرعه. دارين اللي انت بتعمليه ده اخرته سودا. انت نفسك ايه اصلا تتكلم يا حضرة الضابط؟ انا عايز اعمل دلوقتي اثبات حالة، اظن ده من حقي. ايه اللي بيحصل هنا؟ في ايه؟ انت مين؟ انا عاشور صاحب البيت ده يا فندم. في ايه يا عاشور بيه؟ والحكومة دي كلها بتعمل ايه هنا؟ المدام عاملة بلاوي وفي هنا حالة تلبس، يعني الناس دي كلها هتيجي معانا على نفس وضعها كده. لا يا باشا مستحيل، اكيد حضرتك بتفكر في حاجة غلط. ده جورج بيه ده مثال الاخلاق. انا ماليش دعوه، صدقوني انا ما عملتش حاجه، هو اللي جابني هنا. انتي تخلصي خالص. دارين علشان خاطري كل اللي انت عايزاه انا هعمله لك. كل اللي انا عايزاه يا حبيبي حصل. يا حضره الضابط انا عايز اخد حقي دلوقتي وبالقانون. دارين عيب. استاذنك حضره الضابط، بس ممكن اغير هدومي بس لو سمحت؟ عاشور اتصرف. يا حضره الضابط احنا هنتفاهم مع بعض. يا مدام دارين ما صحش اللي بيحصل ده. ده جوزك مع مكان برضو. عشان تبطل تفتح بيتك للقرف ده يا مارف. حرام عليك، انا ماليش حرام عليك. طب دارين ممكن نتفاهم؟ طيب ارجوكي اتفضلوا معايا كلكم. يلا يا اخويا يلا. شكري، ايه اللي بيحصل ده؟ ما اعرفش يا باشا والله. لا حول ولا قوه الا بالله. يا باشا ما انا حذرته، انا حذرته كذا مره. في الوسع والبراح عشان تقول براحتك. مش عارف ايه اخرتها معاك من اللي انت بتعمله ده. يا حسن ما تفهمني، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ يا بابي رعاني يا بابي. حرام عليك، كنت عايزين مننا ايه كده كتير يا ابيض؟ ايه ده، هما كلمتين نقولهم وخلاص. طلباتك ان انت تعمل لي فيديو، ان انت ضغطت على الواد زين عشان يعترف عليا، وان انا ماليش دعوه بيك خالص. فهمت ولا نعيده تاني؟ حاضر. اكشن. وقف عندك انت يا ابو. اكشن. اكشن. اميليا تعال خد البيت. هو كل ده عشان اسجل لك فيديو؟ اسجل فيديو وحياة شعر اللي بتمناه من ربنا. انت مكبر الموضوع. ارجع ورا. اقعد يا ابن. هتنفذ اللي اقول لك عليه وحياة شعرك اللي بتتمناه من ربنا. امين امين.